الرحيم وبه نستعين. أهلا بحضراتكم ورمضان كريم وحلقة جديدة واحد من الناس في شهر رمضان. وأهلا بمس عليكم جميعا، كل سنة طيبين يا جماعة، رمضان كريم. كويسين؟ كله تمام؟ طيب الحمد لله. زي ما انتم عارفين متعودين معكم كل يوم في واحد من الناس في رمضان بننزل بنلف في كل مصر من أدناها إلى أقصاها، في كل شوارعها بحاراتها الجميلة وقراها ومحافظاتها، بنلف ونقابل ناس طيبين وبنحاول ان احنا يا رب نقدر ندخل البهجة والسرور لقلوبهم ولبيوتهم. والنهاردة الفقرة الأولى بتاعتنا زي ما احنا معتادين كل مرة، بنحب دايما نزور ناس عمال بيشتغلوا في مكان من الأماكن. الناس دي يمكن منسيين، محدش بيفتكرهم كتير، لكن عايزين نقول لهم كتر خيركم، نقعد معاهم ونسأل عليهم ونطبطب عليهم ونشوف أخبارهم إيه. والجزء الثاني هيكون في محافظة من المحافظات اللي نحن متعودين كل يوم نروح إن شاء الله بإذن الله. تحبوا نروح فين النهاردة؟ أنت لو عليك تقول لي روحني. أنا بسرعة ربنا عايزين تروح فين النهاردة؟ مش عايزين نروح العاصمة تاني. تروح العاصمة تاني؟ طب أنا هقول لك ليه بقى، عشان أنت فطرت هناك ها والفطار عجبك ها، فعاوز تروح تاني ها. حبينا العاصمة. طيب نروح النهاردة العاصمة الإدارية تاني إن شاء الله بإذن الله، ونعمل جولة فيها نشوف الأخبار إيه. أكيد هتلاقوا فيها عمال محترمين بيشتغلوا النهاردة في عز نهار رمضان. يلا بينا. أجمل الحاجات في حياة الإنسان هو جبر الخواطر، ونتصور أن جبر الخواطر ده من العبادات المهمة جدا في حياتنا. يعني فكرة أنك أنت تجبر بخاطر حد، مش لازم تجبر بخاطره بفلوس، لكن ممكن تجبر بخاطره بكلمة طيبة. أقول لك حاجة، لو طلب منك حاجة ومش قادر تعملها يعني طبطب عليه. جبر الخواطر ده على الله، والله من أعظم العبادات جبر الخواطر. فربنا يجعلني أنا وأنتم من جابر الخواطر، اللهم أمين يا رب العالمين. وبرضو الحاجة التانية الحقيقة، فكرة التجارة مع ربنا في رمضان. يعني أنا بعتبر أن رمضان هو موسم الخير كله، والتجارة أصلها مش محتاجة أنك أنت تبقى غني أو فقير. التجارة مع الله سبحانه وتعالى أنك أنت ممكن تجد إنسان محتاج حاجة بسيطة جدا وموجودة عندك، ممكن تديها له فتاخد ثواب كبير فيها. إطعام الطعام كمان من أهم الحاجات في رمضان، يعني ومجربة، والله دايما بقول إنها مجربة. يعني مثلا لو أنت عندك حد مريض تصدق عليه بإطعام الطعام. يا لو أقول لكم الصدقة في حد ذاتها بترفع بلاء وتنزل سكينة يعني، وربنا تقبلها تبقى سبب للشفاء إن شاء الله بإذن الله. طب فقدت يعني حد من حبايبك كان معانا في رمضان اللي فات مش معانا النهارده، وعايز تبعت له هدية، حاجتين. حاجة الأولانية الدعاء، ادعي له قول له يا رب الدعوة توصل له فورا. الحاجة الثانية التصدق عليه، أي صدقة هتطلعها على روحه هتوصل له إن شاء الله بإذن الله. وربنا يجعلنا جميعا من فاعلي الخير المتصدقين جابر الخواطر. قولوا أمين. ربنا يتقبل مننا جميعا يا رب. تعال هنا يلا بينا. السلام عليكم. رمضان كريم. اتعرف بحضرتك؟ عبد الله عبد الحميد. منين؟ من الشرقية، من البيت. الشرقية. بتشتغل هنا ايه؟ بشتغل في الارض بستين. بشتغل. حضرتك بتشتغل ايه؟ رجب حسن عبد العال. منين؟ من الشرقية. الشرقية. شغال في الزراعة. محمد السيد صبح في الشرقية. كل شرقية ولا ايه؟ كل منين؟ كل الشرقية، كل شرقية. 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 غربية. شرقية. 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 غربية. غربية. عندك أولاد قد ايه؟ عندي 3 أولاد. بتشتغل ايه؟ أنا مشرف زراعي. إيه اللي جابك العاصمة؟ شغل أكل عيش وشغل مفتوح. مبسوط هنا؟ الحمد لله رب العالمين، بقالي 7 سنين هنا. حضرتك منين؟ أنا الشرقية برضه. الشرقية. شو اسمك؟ فلاح في الزراعة. فلاح زراعة. أنتوا بقى اللي عاملين الجناين الحلوة دي ولا إيه؟ أه يا باشمهندس. إحنا اللي زي كده. أنا ما أتخيلش إن في ناس كتير جدا اللي محابيلهم كده لما يجي. شغلنا ده يا باشمهندس. رمضان كريم عليك. منين سيادتك؟ كل بلد. من غير الشرقية يا باشا. أه. عندك أولاد قد إيه؟ عندي 4 أولاد يا باشا. حضرتك منين؟ شرقية يا باشا. سأل في ايه حضرتك؟ هنا في سعادتك. في زراعة. في الزراعة.
كم شرقية كمان راجع من داري من بالبيت شرقية شركة الزراعة برضو هنا في الزراعة شركة البستان حسين فهم إبراهيم بالشرقية برضو من بالبيت شرقية في الزراعة أنا باش محمود حسين سوهاج لقينا واحد من سوهاج أهو ما شاء الله العاصمة فيها كل محافظات مصر سهل اسيد في الزراعة برضو علام برضو شغل في الزراعة برضو وحضراتكم منين اتعرف عليكم شنو ده إبراهيم عياد بني سويف بني سويف جمال صالح بطرس من الجيزة مركز فيها الجيزة محمد أحمد محمد من جنف محمد سباب إبراهيم من سوهاج أهلا محمد سيد ياسين من سوهاج من سوهاج حسام أحمد من سوهاج أحمد فتحي من سوهاج ما شاء الله قبل العاصمة كنت شغال فيه كان شغال في الأجد في السري في الندى في التجمع الخامس تجمع ما شاء الله قبل أنا قبل العاصمة كنا شغالين برا في سيد عبد الرحمن مرسى مطروح أهلا وسهلا شغالين في مراسي مبسوطين هنا في الشغل هنا في العاصمة الحمد لله الحمد لله بتقضوا يومكم ازاي هنا في رمضان؟ بنشتغل بنبدا شغلنا من الساعة 7 للساعة 3 في رمضان من 7 ل 3 في رمضان شيخ البستان في سكان ساكنين هنا في العاصمة؟ في بعض بقى في سكان كتير ما شاء الله مبسوطين كلكم الحمد لله الحمد لله رمضان كريم عليكم طب بقول لكم ايه يعني تعالوا نسلي صيامنا كده هنسال سؤال واللي هيجاوب يكسب ايه رايكم ماشي ايه اطول نهر في العالم نقول نهر المسيسيب مسيسيبي فرات بس احنا بنحبكم واحنا جايين نقول لكم رمضان كريم كل سنه طيبين كل واحد يقول لي بقى نفسه في ايه بسرعه جدا يا رب يرزقنا ويدينا الصحه ويستر يا رب استر معانا ومع اولادنا ومع المسلمين كلها الحمد لله ربنا يجعلها شهر مبارك على المسلمين كلها يا رب يا الله ما صلنا فوق الارض وتحت الارض وصلنا يوم العرض عليك يا رب الستر يا رب العالمين بالستر ويانا وكل مسلم امين يا رب الستر من عندك يا رب الستر من عندك نفس بلد تبقى حلوه وفي تقدم وفي ما بين من مصر تقدم وازدهار لازدهار يا رب تلاقي بايه تقدم والنجاح ان شاء الله يا رب ربنا يسترها ان شاء الله نفسك في ايه؟ الستر والصحة ان شاء الله الستر والصحة والله ده أكبر حاجة كل سنة طيبين جميعا ورمضان كريم عليكم ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله يا جماعة أنا بشكركم جدا بس ممكن أتصور معكم صورة جماعية قبل ما أمشي ممكن نقف مع بعض كده وناخد صورة جماعية يلا كلنا مع بعض كده يلا كل سنة طيبين رمضان كريم عليكم يا رب بالصحة والسعادة وربنا يكرمكم دايما ونسمع عنكم دايما كل خير يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا هسيبكم بقى عشان انتوا تلحقوا تروحوا تشوفوا حالكم وافطاركم فقرتنا النهارده انتهت الحقيقه شفنا مجموعه من العمال المحترمين المخلصين في اداء اعمالهم شفنا من كل محافظات مصر موجودين والحمد لله بيسترزقوا وبيعيشوا ربنا يا رب يكرمهم ويجبر بخاطرهم ويحفظهم ويحقق أمنياتهم وأمالهم في هذا الشهر الكريم.